محمد زكريا، انت اللي عملت الايقاع، انت اللي حددت الايقاع بتاع الاغنيه كتلحين. لا، هو اللي حدد الايقاع كان العود اللي كان بيلعب معانا، بس هو للاسف عشان مش فاضي فما بقاش معانا يعني. هو صاحبي كمان اسمه امير، هو طب اللي ليه حدد. اخترتوا يعني ايه الايقاع ده اللي هو ممكن نقول نوبي اكتر منه، يعني طريقة الريتم نفسه ليه اخترتوه بالشكل انسب ده؟ بكتير للحن، لان احنا يعني جربنا كذا رتم، بس هو ده انسب حاجة للحن وهيوصل اسرع يعني. يعني يمكن بالجيتار، يعني انا حسيت ان في دفوف في الاغنية متعوضة بالجيتار يعني طبعا اكتر. طيب نتنقل بقى لمصطفى والساكسفون، وانت هنا بتلعب السولو بتاع الاغنيه، حددته ازاي اللاين بتاع السولو او العزف المنفرد، خصوصا انه انت بتلعب بطبقات قريبه من صوت مهيتاب، قريبه في التون، فانت حددتها ازاي؟ و يعني بتفكر ازاي؟ اكيد الناس كلها اللي بيتفرجوا عليك دلوقتي في شباب كتير قوي قاعده في بيتهم، يعني اللي هو قاعدين باصين لك كده اللي هو يا واو انت بتعمل كده ازاي؟ فانت برضو فاهمهم لان انت شاب زيهم، وفي شباب كتير في الجامعه، ويمكن بعد الثوره الموضوع بقى مختلف، الناس كلها عايزه تطلع اللي جواها، فانت بتعمل ايه؟ لا، هو يعني موضوع ان انا اجيب السولو بتاع الاغنيه ده، بنبقى كلنا قاعدين وبنتفق مع بعضينا، وفي نفس الوقت الحمد لله صوت الاله زي ما حضرتك قلت كده جاي مع صوت مهتاب كويس، انت بتلعب بنفس ونجرب الاوكتاف تقريبا، يعني تقريبا. من نفس المنطقه الموسيقيه في السلم يعني. بالظبط، حتى لما عبد الواحد دخل وقال السولو بتاعه برضو الساكس كان وراه، كان كويس عشان بيقول نفس الطبقات الحمد لله. وبعدين يعني بنعوض يعني، بنفضل يعني نشتغل مع بعض لحد ما نلاقي اقرب سولو للاغنيه، بس العمليه بتبقى سهله. طيب خلاص تعالوا ناخد تاني اغنيه نسمعها، احنا متفقين انه بالترتيب ده يا طارق، انت عشان بس في الكنترول، احنا متفقين انه تاني اغنيه هتكون حنيت، هنبعد بقى يعني نبعد شويه عن كلمات الراحل الكبير صلاح جاهين، وهنبتدي نخش في كلماتهم هم، نسمع تاليفهم هم. الاغنيه تاليف مصطفى تاج الدين وتاليف محمد زكريا الجيتارست الهمام معانا. نسمع
سنة ورا سنة فاتت سنين، راح من عمري خلاص عشرين، وللأحزان في القلب مكان مش حاسة أمان. آه وأنا حنيت لزمان لزمان، حنيت لذكريات أيام ما درستي يوم ورا يوم، بيفوت أحزان بتموت والأحلام هتعيش جوايا صورة وصوت. وأنا حنيت لزمان لزمان، حنيت لذكريات أيام ما درستي يوم ورا يوم، بيفوت أحزان بتموت والأحلام هتعيش جوايا صورة وصوت. جميل يا شباب. طيب انا عايز اعرف برضو، انتوا هنا بقى، انتوا اخترتوا الـ 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 يعني كلمات بتاعتكم، انتوا اللي ألفتوها، فكرتوا ازاي في الاغنيه؟ هو مصطفى لما جه يكتب الاغنيه هو حب يتكلم عن الناس اللي هو اي شاب بيعدي سن 20 سنه او كده، بيحس بقى ان هو لا لازم يعمل حاجه ومرحله اثبات الذات، فابتدى يسأل صحابه ويسأل الناس عن اللي بيعملوه يعني لما يعدوا سن 20. فطبعا أغلب الناس كان رد فعلها أنه هو يحن الأيام زمان ويرجع لأيام زمان، فمن هنا كتب كلام الأغنية. جميل. طب أنتوا مفروض أن أنتوا بتحضروا أنكم تشاركوا في احتفالية الفن ميدان، إزاي شاركتوا فيها أولا وناويين تقدموا فيها؟ المنظمين وياريت تكلمونا عن الفن ميدان برضه عشان الناس تبقى معانا وتعرف، واللي عايز يجي يحضر يعني. المنظمين للاحتفاليه نفسها كنا المفروض ان عشان تشترك في الاحتفاليه تقدم بعض الاعمال اللي انت عملتها وهما بيسمعوها، فلما سمعوا اعمالنا يعني وافقوا ان احنا نشترك في المهرجان. جميل. طيب انتوا المفروض ان انتوا عملتوا اول حفله ليكوا في جامعه القاهره، عايز اعرف رد فعل الناس كان عامل ازاي؟ ما هي بما ان انت الفوكال يعني والصوت القوي في الفرقه، فقولي لي كان رد فعل الناس عامل ازاي؟ لا كان حلو قوي يعني، استجابوا معانا واحبوا الاغاني بتاعتنا قوي، ويعني نلنا اعجابهم. هل 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 انتوا تطمحوا ان انتوا تحترفوا الغناء؟ يعني مثلا مصطفى انت بتلعب ساكس، هل انتوا مفكرين ان انتوا تحترفوا العمل الفني بحيث ان انتوا تدوروا مثلا على منتج او شركه ممكن ترعى اغانيكم وتنزلها وتبتدي تحترف، وده بعيدا بقى بعيدا عن تخصصاتكم في الدراسه؟ والله كل واحد بيتمنى النجاح يعني سواء في اي مجال يعني، احنا دي الحمد لله موهبتنا يعني وقدمناها للناس والحمد لله لقينا قبول، فلو طبعا لو النجاح فيها اكيد مش هنقول لا يعني. اكيد هنتعلم. بتحلموا طبعا ان انتوا تحترفوا الموضوع. اكيد. طيب هل انتوا ليكوا طقوس معينه بتعملوها قبل كل حفله مثلا، او يعني بتقعدوا تدندنوا تقعدوا تسخنوا بتعملوا ايه بالظبط؟ زيكو. لا هو احنا خلاص طالما عملنا شغلنا والبروفات بتاعتنا وكله تمام، لا قبل الحفله بقى مفيش داعي يعني، مفيش حد ناقصه حاجه ولا محتاج حاجه، بنقعد قاعده صحاب ونتكلم ونضحك ونهزر وندي لبعض دفعه، لا احنا طالعين نعمل شغل ونستمتع ونمتع الناس بس. طيب بما انه الوقت اللي فاضل معانا خلاص يعني تقريبا الحلقه خلصت، وقبل انا عايز اسمع منكم واخر اغنيه احنا نسمعها هي اغنيه بنت الشلبيه، بس انا افضل ان احنا نختم بيها الحلقه. قبل اخر سؤال بس، قبل بقى ما يسلم عليكم وسلم على المشاهدين واسيبهم بقى ايه يسمعوا معاكم الاغنيه، انتوا شايفين البلد ازاي في الفتره دي، وشايفين ان انتوا محتاجين ايه بما ان انتوا شباب
فنانين وموسيقيين. وفي الاول ولا في الاخر الفن والموسيقى بيرتقوا بالبني ادم وبيرتقوا بذوق الانسان وبيحسنوا في احاسيس المصريين عموما. فانتوا شايفين انتوا محتاجين ايه الفتره اللي جايه، وشايفين اللي احنا فيه دلوقتي عامل ازاي؟ بصراحه احنا دلوقتي احنا في مرحله فوضى، مفيش حد عارف هو رايح فين، ومحدش يقدر يقول البلد رايحه فين. جميل، انت كده لخصت الموضوع في كلمتين. كلمني احنا محتاجين ايه الفتره اللي جايه، يعني مهتاب مثلا شايفين انتوا محتاجين رعايه، ولا انتوا محتاجين ايه؟ محتاجين من الجامعه، محتاجين من وزاره الثقافه، محتاجين من مين ايه؟ رعايه من وزاره الثقافه شويه، لان في مواهب كتير جدا ممكن ما تكونش واخده حقها قوي، هي دي بيكون مشكله. مصطفى طبعا محتاجين نحس ببعض ونقدر بعض ونبقى ايجابيين اكتر. لا ما ده كلام عام، انا بتكلم كلمني عن كلام في نقط كده ممكن تتحقق لو حد سمعنا حققها لكم. يعني نهتم بالفن اكتر، احنا دايما بنعامل الفنانين على انهم حاجه درجه تانية. يعني محتاجين الجامعه مثلا، في الجامعه يا ريت يعني ميزانيه الحفلات مثلا تبقى اعلى شويه، يا ريت يبقى فيه اهتمام للاقي الات عشان بنقابل مشاكل كتير الصراحه. طيب زيكو، هو محتاجين وعي من كل واحد من جواه، هو يبتدي بنفسه، يعني ده اهم حاجه. وبالنسبه للمسؤولين او الجامعه ووزاره الثقافه وكده، لا لازم يهتموا شويه بالمواهب والشباب. جميل، طيب مشاهدينا دي نهايه فقرتنا، انا بحييكم وبقول لكم كل سنه وانتم طيبين في اول يوم عيد، وبالراحه على نفسكم في الاكل شويه، اللحمه اوريدي غاليه يعني العمليه مش ناقصه. انا بشكركم، لان انا هسيبكم بقى مع الاغنيه نختم بيها حلقتنا، وهي تكون بنت الشلبيه طبعا للفنانه العظيمه فيروز. انا بشكركم وبشكر فرقه ضحكه مقدما، وطبعا اللي مش هيلحق يشوف الفقرة او جاي يشوفها في الاخر وعايز يشوف الحلقة تاني او الفقرة تاني، ممكن يشوفنا على اليوتيوب تشانل بتاعتنا www.youtube.com/user/نهارك سعيد، كلمة واحدة بالانجليش وبدل العين رقم 3 بالانجليزي، او يتواصل معنا على التويتر نهارك سعيد @twitter.com، وعلى الفيسبوك على الجروب بتاعنا. دي كانت نهاية حلقتنا، نسيبكم مع فرقة ضحكة وأغنية بنت الشلبية للعظيمة فيروز. بنت الشلبية عيونها لوزية، حبك من قلبي يا قلبي انت عيني، حبك من قلبي يا قلبي انت عيني، حب القناطر محبوب ناطر كسر خاطر يا ولفي مهان عليا، كسر خاطر يا ولفي مهان عليا، بتطير وتروح والقلب مجروح ايام عالبال بتعني وتروح، ايام عالبال بتعني وتروح. تحت الرماني حبي حكاني، سمعني غناني يا عيوني وتغزل فيا، سمعني غناني يا عيوني وتغزل فيا، بتروح والقلب مجروح وايام عالبال بتعني وتروح، ايام عالبال بتعني وتروح.